بساعديه يشارك لامين في عملية ترحيل هذه السوق الفوضوية في مركز بلدية خميس مليانة، أملا منه في تغيير وضعيته التجارية إلى الأحسن في الأسواق المنظمة التي وفرتها لهم السلطات المحلية. كانت ماشي حاجة سهلة، رانا من 2010 وحنا يا مصطالين لهنا. الحوانت الحمد لله رام واجدين وكلش، ما بقى علينا حنايا ان شاء الله غير نروحوا لحوانتنا ونخدموا بطريقه حضاريه. خم اللي كنا هنايا مهمشينو كامل. هذه العمليه هذه اللي اقرها السيد الوالي تهدف الى تحسين المحيط المعيشي للمواطنين، وكذلك بالدرجه الاولى وهو رد المساحه هذه الجميله الى المواطنين اللي يستافدوا بها. محلات تليق بمزاولة جميع الأعمال التجارية وفرت من أجل القضاء على الأسواق الفوضوية من جهة وتحسين جو العمل للتجار من جهة أخرى. وكرنا في السوق الجواري سيتي بيكا اللي يتمثل في 153 محل، قمنا توزيع هذه المحلات على التجار هذو، ومازلنا عمليات أخرى تتمس أحياء أخرى، أسواق فوضوية أخرى. عندنا مجموعة 468 محل. مواقع الأسواق الفوضوية التي كانت تشوه المنظر العام للبلدية اليوم بعد ترحيلها ستستغل في إنشاء مساحات خضراء ستزيد بالتأكيد في جمالية هذه الأحياء.